هصورك يا عم. هنيا ده اسمك ايه بقى؟ طبعا يا جماعه الصندل ده اللي بيتحط عليه حتى عليه الكراكات جوه البحر، فخلونا نشوف بقى يعني هيرفعوه ازاي، ان هو الموضوع صعب مش بسهوله. الصندل ده وزنه قد ايه؟ عد ازاي؟ تعالى عد. روح
تفتح نور عشان الضوء. تفتح نور. يا جماعة دلوقتي لحظة التحليل. تفتح النور ايه؟ رحمانية رحمانية ما تفتح النور بس عشان نشوف. ايوه كده الله ينور عليك.
تعال عدي من هنا، عدي من هنا. طبعا يا جماعه ده صندل البحر اللي بيتم تحميل الكركات عليه داخل البحار زي كده يعني. قدروا حملوه بسلامه الله، وطبعا هو وزنه تقيل جدا فلازم يبقى في حرفيه ومهنيه في رفعه على الجراح. شكرا لحسن استماعكم، دمتم في رعايه الله.